مرحبا، اسمي سول كابالي وأنا هنا لأخبركم عن هذا السوار سيف بانجل الذي يبلغ عن العنف في الوقت الحقيقي ودون الحاجة للإنترنت. إنها تكنولوجيا قابلة للارتداء ومخصصة للفتاة والنساء من عمر 18 عاماً إلى 24 عام لتحميهن من العنف. في أوغندا تتعرض واحدة من كل 5 نساء لاعتداء جنسي أو جندري في المناطق البرية. أفاد البنك الدولي بأن واحدة من كل 3 نساء يتعرضن للعنف مرة في حياتهن. عالمياً واحدة من كل 3 نساء يتعرضن للعنف، لكن معظم الحلول تركز على الإبلاغ بعد الاعتداء، فيما لا يتم العمل على حلول تبلغ عن الاعتداء وقت حدوثه لمساعدة الفتيات والنساء. شهد عام 2018 عدة عمليات اختطاف لسيدات. في معظم الأوقات تعود تلك المختطفات، بعضهن يتعرضن لإصابات وأحياناً لا يعودن أبداً. كنا لا نزال في الجامعة وشاركنا في هاكاثون يساعد في ابتكارات تنهي ذلك العنف. سوار سيف بانجل صغير الحجم ويمكن استخدامه من قبل أي شخص كساعة اليد. في حال حدوث شيء طارئ على المستخدم أن يضغط على السوار لخمس ثوان، وسيحدد موقعه الجغرافي ويرسل ذلك لخمس أشخاص تم اختيارهم مسبقا. ستصل رسالة نصية قصيرة تقول إن الشخص لديه حالة طارئة ويجب الذهاب إليه في الموقع المرسل. يوجد داخل السوار شريحة هاتف تحدد عبر تقنية الجي بي اس موقع المستخدم لترسله عبر الرسائل القصيرة. بحسب تجربتي أحب هذا الابتكار لأنه يستطيع تحديد موقعي عندما تواجهني مشكلة ما. في أوغندا نسمع عن الكثير من قصص السرقة أو القتل، لذلك أعتقد إذا استخدم الأشخاص هذا الابتكار سيكونون بأمان. الفكرة من سيف بانجل جاءت بعد دراسة عدة اختيارات وبدائل، سواء كانت على شكل قلادة أو حزام للخصر. لكن خلال الأبحاث اكتشفنا أن 107 نساء من بين 10 على الأقل يرتدين الأساور. قلنا لماذا لا نخفي ابتكارنا داخل سوار يمكن أن يكون بشكل مموه ومتداخل في تلك الأساور التي ترتديها النساء في أي يوم. في عام 2022 كنا محظوظين بالحصول على تمويل من ريسبونس إنوفيشن لاب، حيث أردنا تطوير المنتج ليتضمن خصائص جديدة ذات أهمية كبيرة. كما نسعى الآن لاختبار المنتج مع عدد محدد من الأشخاص ونعطي 15 منتجاً لمستخدمينا لتجربته بشكل عملي وتزويدنا بالنتائج. هذا يساعدنا في طرح المنتج بشكل أسرع في السوق. To put out a bracelet on the market. By the end of 2023, we anticipate over. بنهاية عام 2023 نتوقع أن يستخدم أكثر من 2000 شخص هذا الابتكار. من ناحية أخرى نتوقع بفضل سيف بانجل أن يتم الإبلاغ عن حالات العنف التي لم يكن ممكناً الإبلاغ عنها من قبل، كما أن المعلومات التي نحصل عليها يمكن أن تساعد صانع القرار في معرفة أماكن حدوث عمليات العنف وعدد الأشخاص الذين يتعرضون لذلك ولا يبلغون عن الأمر. You'll have the correct number of people who actually face violence despite the fact that they don't report it.